تقدم مستحق للنادي الاهلي على انبي في الشوط الاول بهدفين للا شيء، الهدفين لوالتر بواليا ومحمد مجدي قفشه. وشفنا في الشوط الاولاني سيطره واستحواذ بصوره كبيره جدا للنادي الاهلي، وانبي لا حول له ولا قوه، لدرجه ان الكابتن حتى حلمي طولان بعد هدف الاهلي الثاني فتح الملعب وبقت فيه مساحات كبيره جدا 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 في دفاعات انبي. اعتقد لو النادي الاهلي استغلها بصوره جيده الشوط الثاني هتزيد غله الاهداف، وده اللي احنا نتمناه ان شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم مع ضيوفنا الكبار حول ارائهم الفنيه على احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، بدايه موفقه وسريعه من النادي الاهلي، وشفنا في الدقيقه 2 عرضيه ولا اروع من علي معلول وهدف رائع براسيه بولي. والله مبروك الشوط الاولاني، مبروك روح اللعيبه الحقيقه، مبروك تحركات اللعيبه السريعه جدا، تمريرات سليمه جدا، اصرار من اللعيبه على التصويبات وعلى دخول منطقه الجزاء، تحرر لجميع اللعيبه. انا شايفهم في الشوط الاولاني خاصه بوليا وكهربا بيحاولوا يعملوا سويتشات مع بعض. نهينا على ان بوليا ان بينزل لتحت كتير، انما بيبقى في حاله تعويضيه من حسين الشحات وكهربا، ده اللي احنا كنا بنامن عليه في الشوط الاولاني وبنتمناه انه يحصل عشان نشوف فعلا العرضيات لما بتشتغل. كنا بنتكلم كلنا قبل المباراه محتاجه الوجود جوه منطقه الجزاء عشان تترجم الاهداف، وده الحقيقه اللي اتنفذ، وده اللي بنطالب بيه في المباريات الباقيه والمباريات اللي جايه كلها. الروح بتاعت اللعيبه دي، تحركات اللعيبه دي، الاطراف بتشتغل بحريه وثقه. ما فرقش معاهم اي نتيجه للمنافس، ما فرقش معاهم اي حاجه غير ان هم يفضلوا على وتيره الفوز باذن الله ويكمل على خير باذن الله. كابتن اسامة، الاهلي بيؤكد تفوقه بهدف ثاني، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بدايه الاستوديو، وان هو يقتل الماتش بدري، وده اللي حصل فعلا، وجبنا هدف ثاني من جمله رائعه. طبعا. وتمريره ولا اروع من كهربا لقفشه، اللي طبعا جول بامضاء قفشه. طبعا. الهدفين حلوين جدا. الهدف الثاني اكتر من تمريره حلوه، وكهربا عملها بامتياز لقفشه اللي هو خلاص اتعود على بطن الرجل دي في الزاويه البعيده، وجاب اكتر من هدف. الكابتن حلمي طولان اصلا اسلوبه بيلعب عامه، انا بتكلم في ماتشاته، بيلعب باسلوب متحفظ ويلعب هجمات مرتده. النادي الاهلي فاجئه بهدف في الدقيقه الاولى، الملعب اتفتح منه قوي وابتدى عايز يهاجم ببيتر ودينو بيتر وجون ايبوكا ومحمد شريف، وابتدى عايز يضغط لقدام، فتح نص الملعب قوي. النادي الاهلي مسيطر واللعيبه فايقه، وقدروا يجيبوا هدف تاني جميل. اعتقد ان الهدف دوت ممكن يكسب النادي الاهلي اكتر من اتنين زي ماتش سيراميكا. صحيح. غير لما بتبقى كسبان واحد بس بيبقى فيه توتر شويه عشان الخوف على الهدف. مظبوط. فان شاء الله اتمنى اشوف اهداف في الشوط الثاني باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، شفنا سيطره واستحواذ خلال الشوط الاول من النادي الاهلي، وتقدم زي ما قلنا مستحق، وممكن النتيجه تزيد لو النادي الاهلي استغل الثغرات الدفاعيه الكبيره جدا في دفاعات النادي انبي. كابتن، قلنا لما الاهلي بيستغل اول فرصه بيستغل ثاني فرصه، هيستغل الثالثه، هيستغل الرابعه، ده الوضع الطبيعي. النادي الاهلي بيوصل على الجون كتير قوي، عنده من الطرق ان هو بيوصل اكتر من الفرقه اللي بيلعبها، لان الفرقه اللي بيلعبها مدافع، هو بيهاجم كتير قوي، انت فاهمني؟ لكن الرق على ايه؟ على انه الهدف يجي والتاني يجي والتالت يجي والرابع يجي، وعنده حته القدرات العاليه في انه ممكن يجيب ثلاث اربع اجوان، بس بشرط الفرص. كل المباريات اللي رجعوا فيها الفرق انت كنت بتبقى كسبان 1-0 بس، وفي الاخر الفرقه ممكن تخطفك في جون وتتعادل معاك وتصعب لك المباراه. صح. لكن دلوقتي المباراه بقت صعبه على انبي، الا لو النادي الاهلي نزل برده ما دخلش انبي في المباراه اول ربع ساعه واحرز الهدف الثالث، اقدر اقول لك اني البلان بي بتاع انبي مش هيعمله خالص. والاهلي يكسب اكتر من 3 4 اهداف. ان بلال انبي تخلى عن طريقته مبكرا، لدرجه ان احنا شفنا يمكن قبل ما نبدا نخش على نص الشوط الاولاني، شفنا مساحات كتيره جدا في نص ملعب انبي وثغرات كتيره جدا، وتقريبا ما كانش فيه حتى انضباط تكتيكي في نص ملعب انبي. صحيح يا كابتن، يمكن اللي ساعد على كده طبعا انك لما بتسجل هدف الفرق
اللي بيبقى عندها بلان واحد بس بتشتغل عليه بتصعب عليه بقيه الجيم. لما بتسجل هدف مبكر. طبعا مبكر طبعا. لان امبي داخل ماتش الاهلي انه عنده بلان واحد بيشتغل عليه. صحيح. اقفل بشكل كويس في نص ملعبي، اقفل كويس على الاطراف، ابتدي اشتغل على السرعات اللي موجوده قدامه، وعنده طبعا يعني عنده اثنين لعيبه عندهم القدره والامكانيه في المهاره والسرعه. بس فرديه. ما هو مهاره وسرعه، هو عايز هو بيشتغل على هجمه مرتده، فانت ما بتشتغلش كمان كتيم انك بصوره جماعيه. بالظبط بصوره جماعيه، انت بتعتمد على افراد. مظبوط. ودي مشكله امبي النهارده، مشكلته بعد ما سجل هدف هو عايز يتحول من حته الفرديه والهجمات المرتده لحته ان انا هبتدي اعمل بيلد اب للهجمه، هبتدي ابني الهجمه من تحت، وابتدي فرقتي تلعب بشكل كويس، وابتدي يبقى عندي طريقه لعب مختلفه شويه. امبي ما عندوش الحته دي، مش قادر يشتغل بالشكل ده مع النادي الاهلي، عشان كده معظم اوقات الماتش الاهلي عنده مساحات كبيره جدا جدا. الاهلي النهارده الشوط الاول لو كان في توفيق او استغلال جيد للفرص او انهاء جيد للفرص كان ممكن النادي الاهلي يسجل 3 4 اهداف ويحقق الشوط الاول. عنده مساحات كتير ويجيد الاهلي في اللعب في المساحات، ودي ميزه. صحيح. النادي الاهلي هو لما بتتاح فرص او بتتاح مساحات لعيبه النادي الاهلي بيقدروا يستغلوها بشكل جيد جدا جدا جدا. صحيح. الجبهتين النهارده اعتقد شغالين بشكل كويس، علي معلول شغال بشكل كويس، اكرم توفيق وان كان اقل شويه بس بيعوضوا حته ان حسين الشحات دايما بيلعب على طرف الملعب، فهو اللي بيقوم بالدور اللي المفترض كان يساعده فيه اكرم توفيق. مجدي قفشه عامل النهارده مباراه رائعه جدا 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 في نص ملعب، عنده تواجد رائع جدا جدا، يمكن دي من المباريات اللي بقالنا 6-7 ماتشات بنشوف فيها مجدي متحرر شويه. صحيح. بنشوفه بيلعب فيه على الجول، بنشوفه بقى بيخش ال 18 على طول، عنده رؤيه. صح. ورؤيه واضحه جدا جدا جدا، تحركاته بره ال 18 وجوه ال 18 رائعه جدا 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 بالنسبه لمجدي قفشه النهارده. الاثنين الميد فيلدرز بتوع النادي الاهلي عندهم انضباط في ماتش النهارده، مش على طول سارحين لقدام، مش سايبين مساحات يشتغل فيها لعيبه انبي، ودي برده اللي متقله النادي الاهلي النهارده كحته دفاعيه. المشاكل اللي عندنا بس او بنواجهها هتبقى مشاكل في السرعه، واحد ضد واحد. صحيح. الكرات السريعه، لان طبعا جون كوبي ده سريع جدا جدا جدا، فالنهارده هي بس المشكله انك دايما السنتر باك اللي موجود يبقى بيراقب والتاني عامل حته الكفر، ما ينفعش يبقى واحد على واحد. صحيح. هو اسرع، ودي امكانيات يعني، دي ما تقدرش تتحكم فيها كفريق، دي امكانيات لعيبه قدرات وسرعات. هو بيعتمد على السرعه في الحته دي. انبي مش عارف يجاري النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه وكره سهله جدا جدا، اطرافه الاثنين شغالين، وبرده هو مصعبها على امبي، لان انت النهارده سهل انك تمسك جبهه وسهل انك تقفل على جبهه، لكن من الصعب جدا انك تقفل على جبهتين. الاهلي بيشتغل بالجبهتين. وكمان الزياده النهارده اللي انا شفتها طريقه لعب كهربا النهارده متحرر بشكل كبير جدا جدا. مزبوط. النهارده شويه بيدخل على طرف الملعب، النهارده بيلعب في نص ملعب، تلاقيه مره بيقوم بالدور بتاع السوليه في نص ملعب، مره بيدور بدور مجدي قفشه ويديله الحريه ان هو يدخل هو جوه ال 18. اتصرف بمهاره عاليه جدا في الجول الثاني، حتى غير كمان الهدف. كابتن ايمن هو النهارده عنده تحرر بشكل رائع جدا جدا جدا. صحيح. الاهلي افضل بشكل كبير، الاهلي الشوط الثاني لو استمر هيكسب اكتر من كده بكتير يعني. باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.